فكان وجود السي محمد ارمون تقريبا على راس القائمه. وبعد كيقول واش من حق اللاعب يحتفل ولا لا؟ انت احتفلتي انا ذا؟ شوف من حق اللاعب يحتفل ولكن يحتفل بواحد الطريقه اللي ما ضر حتى شي واحد، لان فاش تكون لاعب بعض المرات بزاف الحوايج تديرهم ما خصهمش يداروا. باش تكون واقعي انا نقول لك فاش ترجع وترجع بك التاريخ وتندم تديرها فهمتيني؟ واخا لا درتي في لوكا ديالي انا ما كانش لحتي انا ما كان لا مشكل لا والو. تحيتي فطور ما تحيتي المشكل ما كاينش المعتبر المشكل لا المشاكل كاين شي احتفال كان احتفال وما كانش المشاكل. انا ما مشيتش عند الجمهور حيت المسؤولين ما كانوش بحال لا لا لا, لا 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 انا ما مشيتش عند الجمهور انا مشيت لبونتوج ديالنا مشيت عند الجمهور هذه اول حاجه. ثاني حاجه من حق اي واحد يفرح اذا كانت المضاربه غاتنا وكنا ديك الساعه كنا نصداغين ديك الساعه فاش نقولوا انا واحد غاتش نقولها وانا اللي انا لا بغيت تقول لي غلطه العمر ديالي وكي هذيك الفرحه غلطه العمر ديالك انا نقدر نقول لك كرويا غادي علاش ما كنتش نديرها كاع نتجنبها كاع ولكن فاش تكون في ذاك السن وتتكون في ذاك لاج وتتكون في ذاك الاداب بالذات في ذاك المباراه ماشي بحال هذه عاوتاني ذاك المباراه كانت مباراه اللي 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 كانت ساج حيت ولكن نرجع ترجع التاريخ ما نديرهاش.